وحلوة حلوة 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 تحول حلوة في الحكمة ممتازة. يا سلام يا بيكم والله لو كملت اللقطة هذه إذا كانت ممتازة إلى رومينيو لعب يطلب الكرة ولكن المدافع أوصل الكرة إلى فيكتور بالدي. فيتوب يأتي لمصلحة البرشا وكرة إلى الأمام ومرور ناجح وصل إليه يتقدم الله الأول لبرشلونة. مهاري ممتاز اليوم يسجل حقيقة في اللقطة السابقة وبالتالي التقدم من العمق وريال مدريد يضرب من العمق مرة أخرى في هذه اللقطة. راح نشوف مرات ومرات اللقطة لحظة ليو ميسي يستلمها مباشرة لحظة الانطلاقة ولحظة المرور من الجميع مباشرة تسديدة قوية لحظة هنا لاحظ الممتاز الشاب الصغير اللي يتألق بأول كلاسيكو وبالتالي يهيئ الفرصة إلى صامويل إيتو من ليو ميسي وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة برشلونة. صامويل إيتو يرفع يده ويشاور على الجماهير وبرشلونة يتقدم الأرجح في الجزيرة الرياضية. المباراة تبدأ بإثارة وتبدأ بنزول الشخص إلى أرض الملعب وبالتالي رجال الأمن يلاحقون الشخص الذي نزل إلى أرض الملعب ألقي به أرضا. ثلاثة بيروح راح مر وتقدم ووصل الآن رونالدينو ومرمى جول يأتي الهدف الثاني لبرشلونة. يأتي الهدف الثاني من الساحر رونالدينيو يتأدى ويتلاعب ويمر ويصل ويسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. إنها منطقية للغاية لاحظ جاهزية رونالدينيو وقارن بجاهزية رونالدو لاحظ اللاعب الجاهز لاحظ اللاعب الساحر يتقدم ويمر من الجميع رونالدينيو مرور أول ناجح وهذا هو المرور الثاني مباشرة من إيفان هلغيرا ومباشرة في مرمى كازياس يأتي الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. الجواب يبان من عنوان جاهزية برشلونة واضحة في هذه المباراة حاضرة في هذه المباراة. لاحظ الآن رونالدينيو يتقدم ويأتي ويسجل الهدف الثاني إلى الأمام لمصلحة ريال مدريد تصل إلى رونالدينيو مر وتقدم ولعب يا الله جول آخر يأتي لبرشلونة في ليلة رونالدينيو في ليلة الساحر رونالدينيو يأتي ويسجل الثالث 3-0 لكن تلاحظ شوف عزيزي مشاهد الجزيرة الرياضية أرجوك تابع شلون لعبها اللقطة الأخيرة اللمسة الأخيرة شلون حطها المرور عادي رونالدينيو يمر كالعادة ولكن راح تلاحظ تابع وشوف أرجوك ركز معي شلون لعب شلون فر الكرة شلون لف الكرة لف على أساس هو في زاوية ضيقة شوف المرور عادي ولكن لاحظ هو أصبح في زاوية ضيقة ولكن لعبها شلون رونالدينيو يتقدم الآن وشلون يلعبها هكذا يعني يلعبها برشلونة بهذا اللون اللي نشوفه أمامنا برونالدينيو اللي يأتي بالهدف الثالث. في بعض الأحيان كرة القدم تخضع للمنطق بعض الأحيان المنطق يفرض نفسه. الجماهير هنا في ملعب سانتياغو برنابو بدأت تغادر ما تستحمل ما متعودة 3-0 وفي سانتياغو برنابو وسط أداء يعني ضعيف جدا للريال ما ترضى تنزعج تبكي هنا يعني هنا الدموع تنهمر عندما يخسر الريال يخسر من برشلونة بثلاثة قابلة للزيادة التسديدة تأتي من أنيستا ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب.